تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، أسدل الستار على أسبوع البحرين للمشاريع الناشئة مع ختام أعمال مهرجان أنباوند للابتكار في حلبة البحرين الدولية. وقد جاء احتضان المملكة لأسبوع البحرين للمشاريع الناشئة بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية وبالتعاون مع صندوق العمل التمكين كشريك استراتيجي وبمشاركة أكثر من 2500 خبير في مجال الاستثمار والصيرفة والابتكار وتقنية المعلومات والاتصالات والتطبيقات الذكية والتكنولوجيا المالية. هذا وقد جمع مهرجان أنباوند أبرز الشركات العالمية في مجال الابتكار إلى جانب مؤسسات القطاع العام وأصحاب المشروعات الناشئة لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات التي تقود نحو الانتقال للاقتصاد الرقمي. كما نظمت شركة أمريكان إكسبرس الشرق الأوسط فعالية هاك أت ذا تراك لبحث سبل بناء الحلول لتشجيع تبني المدفوعات الرقمية. الابتكار هو شيء مثل ما تعرف ضروري، أهم شيء التركيز، أهم شيء التركيز على احتياجات العميل عن طريق الابتكار، وكذلك عن طريق التركيز على العملاء، كذلك خلق بيئة تقوم على تشجيع هذه الابتكار. وطبعا احنا قاعدين نسوي كذلك مسابقة اسمها هاك ات ذا تراك، مسابقة الابتكار الرقمي، وطبعا فيها جوائز. طبعا عندنا اكثر من حوالي 100 مشترك قاعدين يعملون ابتكار، وفي جائزه كبرى عباره عن 20,000 دولار امريكي للفائز. واحنا نشكر الاي دي بي على دعمهم لهذه الفعاليه وبالنسبه للفنتك والتكنولوجيا الماليه. صراحه يعني الايفنت مثل ما تشوف اليوم جدا يعني يعني جايب a number of يعني players مثل الأكاديمية، الجامعات، القطاع الخاص، الشركات، الجهات الحكومية. بصراحة أنا بأخذ فرصة نشكر مجلس التنمية الاقتصادية يعني عشان يخلون هالفعالية تكون موجودة في البحرين. جايبين يعني ما شاء الله شركات ستارتابس من أنحاء العالم، من آسيا، من سنغافورة، من أمريكا، ميامي، ومن لندن. يعني هاي الايفنت يعني ما في نفس الصراحه في المنطقه، يعني في الخليج العربي. هاي اول ايفنت انباوند مثل ما هو في المنطقه، واحنا كشركه زين ندعم الشركات الستارت ابس. في ختام التداولات الأسبوعية أقفل المؤشر العام لبورصة البحرين على انخفاض بنسبة 0.23% مغلقا عند مستوى 1370 نقطة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. تجاوزت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 11,693,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 3,076,000 دينار، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 321 صفقة. وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 23 شركة. ارتفعت أسعار أسهم 6 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 8 شركات أخرى، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية، أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الاستثمار. أما على مستوى الشركات فقد جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة، وجاء في المركز الثاني بنك إنفست كورب في تعاملات بورصة البحرين لهذا الأسبوع. فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته الأسبوعية 116 عطاء تابعا ل 14 جهة حكومية، بلغ إجمالي أقل العطاءات المستلمة في الجلسة نحو 32 مليون دينار. وتصدر الجلسة من حيث عدد المناقصات شركة تطوير للبترول بخمس مناقصات. وقد أظهرت بيانات الجلسة طرح وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مناقصة إنشاء مركز العناية للإقامة الطويلة بمحافظة المحرق التابع لوزارة الصحة والممول من قبل الصندوق السعودي ضمن برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخليجي لمملكة البحرين. الآن نتابع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.